أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لشخص أصبح يتأخر عن الصلاة متعمدا، وبحجة أنه إذا كان في الصف الأول قدموه للإمامة وهو لا يجيدها ولا يخشع فيها، وربما يخطئ ويتلعثم، فأصبح يتأخر لأن يسمع الإقامة لكي يتجنب الإحراجات؟ يحضر بأول الوقت ويكون في أول الصف، وإذا قالوا له صل يمتنع، يقول لا، هم مكرهينه ولا مجبرينه، إذا امتنع ما يدورون غيره. نعم. أحسن الله إليكم. ولا يفرط في الفضائل، ما يفرط في الفضائل خوفا من أنهم يقدمونه، يقول لا، إذا قال لا ما هم مجبرينه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وردت أسئلة كثيرة تسأل عن درس الفجر. شو الفجر؟ هل هناك درس فجر غد؟ إن جاء أحد فيه درس، وما جاء أحد في أمان الله. نعم. انتهى. أحسن الله عليك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.